ما قدرت أحكي لها، ما بتعرف إنها بنتي، مشان ما يعمل معها حدا شي. هاي بنت زلمة تاني. لك نحن شو عملنا ببعض يا أخي رامز؟ نحن سرقنا حياة بعض كل هالعمر يا كنان. أنت شو عملت معي يا أخي رامز؟ أنا شو عملت فيك؟ انتهت هلأ يا كنان، مشي الحال، وصلنا لآخر الطريق، خلصنا. أنا قتلت لك أولادك، أنا شو عملت؟ أنا شو يلي عملته يا رامز؟ أنا يلي بلشت، أول سكين أنا يلي غرستها. أنت أخذت بنتي أخي رامز، رح يكون في عندي بنت، لو كنت عرفت كان لسه في عندك أولاد. شو يلي عملنا نحن بعض يا أخي رامز؟ خلصت، هلا خلصت، وصلنا لآخر الطريق. سامحني أخي رامز، أنت يلي أخذت لي بنتي، سامحني. بترجاك اللي إنك سامحتني، اللي إياها. خلص سامحتك. لأني أنا كمان أخذت لك بنتك. ميشيل، أسأل مانا هون، أخذ الشنطة الصغيرة ومانا هون، حكيت معكم؟ تعرفوا عنا شيء؟ وين أسأل؟ أسأل؟ أنت اللي أخذت لي بنتي يا عديم الضمير. حطيت جهاز التنصت على كمة وأنا عم سلم عليها، أنت شو سويت؟ تعالي الصبح لهون، ما بيفتح سوق الأسبوع هون؟ بلاقيك هنيك بكرة الصبح، بهرب من ورا من دون ما حدا يحس، بناسبك هذا الشيء؟ ألو كنان، العملية كلها تمام، حكيت مع بادا. طبعاً المسكينة اتصلت بأقرب رفيقة لإلها، بكرة رح نمسك أزاد. ولا يهمك، أنت عملت كل شي بدك إياه، ليش ما تركت لي بنتي على القليل يا رامز؟ كنت نسيتكن كلكن وصرت أبوها لهالبنت الصغيرة، كنت صرت إنسان تاني، ليش ما تركت لي إياها يا رامز؟ أزاد وقف، فضي براسك، بس ما فيك تسترجع أزاد. أزاد بابا حقك علي، كان بديني أعمل شيء. لا تقلقي بنتي، لا تقلقي. رح نروح هلا، معك بس نص ساعة، مثل ما أعطيتني خيار بهالزمان كمان أنا رح أعطيك خيار، يا بتختار بنتك يا بتختار حالك. برأي عميل مثل ما أنا رح أعمل، انسى إنه في عندك بنت وخليك مكفي بهالحياة، أو تعال أنت وهيك بنتك بتعيش. بابا لا تجي، بابا لا ترد عليهم، رح يدرون. رح أجي بابا، لا تجي، عملك رح أجي يا بنتي، رح أجي. بابا لا تجي، لا تجي، لا تجي. واحد كذب. يا ترى هي دهشتي اللي فهم قبل ما يصير وقته، ولا فرحة انه فهم قبل ما لازم انه يفهم، ولا هذا التوتر يلي ما في داعي لإله قبل ما يعلق الضرب وينزل الدم؟ بس الواضح انه انا صرت هلأ بآخر شي من آخر الطريق. اعتراض ما بدي اسمع، انا ركضت وراك كل اليوم يا خال، انت بتضل هون وانا رح اروح، عم تفهم؟ الزلمه بده روح يا انا، بده دمي انا. انا بعطيه دمي لك اخي، خلص. ما بفهم، رح روح انا ورح اخذ بنتي من هذا الزلمه،
وحتى لو انت يلي رح توقف بوشي هلا رح اقوص عليك، عم تفهم ولا لا؟ يعني بدك هون يعوصوك؟ استنى استنى. شو؟ 7 أشخاص انا وانت، في عنا اي فرصة؟ ما في عنا. طب اسمع هاي خال، نحن شخصين واثنين هن الرامز، بس واحد ختيار وواحد شاب. الشاب صار يعرف كيف يتطلع على المحلات الصح يا خال، يلي قدامك رح يصير واحد تاني، بيعرف امتى لازم يسحب السلاح، بيرحم وقت اللزوم وبيقطع رقاب وقت اللزوم، صار عم يميز بين حبه وانتقامه وبين صديقه وعدوه يا خال. اخذ وقت طويل وكان صعب، بس هذا الشاب تعلم كثير من المعلم تبعه كيف يكون مثله. إزيل انت مو ورجيتني مشان اليوم؟ انت مو ورجيتني مشان افهم مين انا يا خال؟ ايه هذا يلي عملته، هذا يلي عملته. نعم حطيت فردك تحت مخدة ابنك وقت كان ولد، هلا انا بدي هذا الفرد يا خال. البس هالدرع. ما بيناسبني، ماني متعود عليه. من شان قراس يا خال، مو قلت لي في حياة مو عايشينا؟ بس نطلع من هنيك رح نعيش كلياتنا الحياة اللي بدنا اياها.